خير من جاءه الوجود تحية. الشمس في الوادي تتزاحم التيجان عند تامي شرفا أما السلام عليكم. يعني من أسعد اللحظات إن أنت تجتمع مع شخصيات طيبة نيرة عندهم مواقف رائعة، خصوصاً بكل سنة بمولد رسولنا الأعظم عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله. أحب أعرفكم بالبداية على شيخنا العزيز إمام وخطيب جامع أم القرى الشيخ همام الكبيسي. أهلا وسهلا بك. مرحبا بكم وحياكم الله ويا خير مقدم في هذه الأيام الطيبة المباركة. وأرحب بخواتنا، طبعا شنو أقدم وشنو أحكي عنهم قليل لأن هم من عائلة معروفة، وسبق وأن التقينا بوالدهم شيخ وإمام بالحضرة القادرية شيخنا حسين الياخندي وبناته الأعزاء اللي أصبحوا الآن لهم وضع واسع، وكثير الناس تحب أصواتهم لأنهم أباً عن جد أصواتهم هذه الطيبة. أختنا العزيزة دكتورة عائشة. شكراً. أهلاً وسهلاً بك. أهلاً وسهلاً بكم، شرف. وأرحب بدكتورة مريم. شكراً. والعزيزة عذراء، أخت عذراء، أهلاً وسهلاً بك. وأخت مسك. ها؟ قاعدة إيش بالآخر حتى نقول مسكها نور. نرحب بشيخنا، اهلا وسهلا بك شيخ عثمان السعيدي. حياك الله، حياكم الله وياكم في هذه الليالي المباركه، ليالي المولد النبوي الشريف. كل عام وانتم بخير، كل عام والشعب العراقي بألف خير. يا رب ان شاء الله سنه خير مباركه عليكم ان شاء الله تعالى في هذه الليالي المباركه يا رب العالمين. نرحب بالشيخ سلمان الدوري. كل الهلا بيك. حياك الله وحيا الله المتابعين متابعي قناه الشرقيه المعطاء. طبعا أبارك للشعب العراقي خاصة وللأمة الإسلامية ذكرى مولد فخر الكائنات سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، فكل عام والمسلمون بألف ألف خير. أهلا وسهلا بك. أرحب بسيد إبراهيم الطربولي، كل الهلا بيك. والسيد عبد الله الطربولي. وليث، وين ليث؟ أهلا وسهلا بك ليث الدليمي. وريان، ريان هم عنده صوت، صوت جميل. ريان هو ابن سلمان الدوري. كل الهلا بكم. احنا بدون مقدمات وقبل ما نتحدث مع شيخنا لازم نبدي ويا خواتنا لان هم الاولى، واحلى ما نسمع اشياء طيبه مدح لرسولنا الاعظم صلى الله عليه وسلم. جاهزين؟ مستعدين؟ ها دكتوره جاهزين؟ شفت يا ما نسمونا هتعيش العمر جنبك برضو ما يكفيش أحلى دنيا عندي ما تساويش إلا معك يا رسول الله وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله مهما طول الغياب محمد مشتاق لك والله محمد قلبي عليك صلى طال سؤالي قولي ازاي كده عاش عيوننا حد مش شايفه او حيلي هو غالي عليه
عشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله مهما طويل الغياب محمد مشتاق لك والله محمد قلبي عليك صلى. شيخنا ماذا تعني ولادة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام على آله؟ عليه الصلاة وأتم التسليم. بادئ ببدء أقدم جزيل الشكر لكم والامتنان على هذه الحلقة التي تبين للناس من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ماذا تعني لنا فأبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. وميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ميلاد العدالة، ميلاد الإنسانية، ميلاد الصدق، ميلاد الحرية، حتى عبر الشعراء وتغنوا في مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: يا خير من جاء الوجود تحية، كل الوجود، يا خير من جاء الوجود تحية، من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا، بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء، يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء. فصلى الله على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والآن نريد نستمع لشيخ عثمان السعيدي، نحول المايك من خواتنا إلى أخونا، نريد نستثمر كل الأصوات الجميلة لأن كل اللي موجودين أصوات يحتاج لنا ساعات وأيام، ويستحق رسولنا الأعظم عليه أفضل الصلاة والسلام. صلوا على رسول الله. رأى الله أياما تقضت بطيبة وحيا ليالي ما عرفت لها قدرا، رأى الله أياما تقضت بطيبة وحيا ليالي ما عرفت لها قدرا، ليالي وصال لو تباع شريتها بروحي، ولكن لا تباع ولا تشرى. سألت إلهي قبل موتي زيارة، سألت إلهي قبل موتي زيارة إلى الحبيب الهادي والقبة الخضراء، وأقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول يا رسول الله جئتك قاصدا، فكن لي شفيعا يا جل الورى قدرا. مقامك محمود وأنت محمد، ورب السماء أعطاك حوضا
وكوثرى يا حجرة ضمت جمال محمد حويتي مليحا سيدا كاملا بدرا حبيبي يا حبيب الله طبيبي يا رسول الله حبيبي خير خلق الله حبيبي نور عرش الله حبيبي يا رسول الله طبيبي يا ربيب الله محمد خير عرش الله حبيبي يا رسول الله لطيبة سرت الركبة لطيبة القلب والهام لطيبة للنبي العدنان لطيبة يا رسول الله حبيبي يا رسول الله حبيبي يا حبيب الله محمد نور عرش الله حبيبي يا رب القلب حبيبي يا أبا القاسم طبيبي إنني هائم محمد حبكم لازم دخيلك يا رسول الله حبيبي يا رسول الله حبيبي يا حبيب الله محمد خير خلق الله حبيبي يا رسول الله حبيبي يا أبا الزهراء طبيبي سيد العترة محمد نال الفخر شفاعة يا رسول الله حبيبي يا رسول الله طبيبي يا حبيب الله محمد خير خلق الله حبيبي يا رسول الله محمد يا زيني طبيبي قرة عيني محمد جد الحسين شفاعة يا رسول الله حبيبي يا رسول الله طبيبي يا حبيب الله محمد خير خلق الله شفيعي يا رسول الله أحسنت أحسنت شيخ مرر خلي نسمع حبيبنا وصاحب الصوت الرائع شيخ سلمان الدوري معروف أهلا بمولد سيد الأكوان عين الحقائق نقطة الفرقان أهلا 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 بمولد سيد الأكوان عين الحقائق نقطة الفرقان تتزاحم التيجان عند عتابه شرفا وترجو الفوز بالرضوان بحر المكارم شمس أعلام الهدى
بمفتاح كنز خزائن الرحمن. مهما جاد المادحون وأنشدوا فثناك يا مصطفى فوق مكانة الإمكان. حار الأنام بوصف أربع أحرف حاء الحياة والدال والميمان. والله ما أريد ما أريد ما أريد أريد أسكن بالمدينة وبيت أريد أسكن بالمدينة وبيت ما أريد ما أريد وغيرك يا النبي جيران بالقاسم. ما أريد حبيب النبي. يكون لي بالحشر مراد 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 من أبو إبراهيم يا خير البرية. وصلوا صلوا يلا صلوا بالوصل يلا وزيارة الهادي النبي بالعمر لو مرة. صلوا 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 يلا صلوا بالوصل يلا وزيارة الهادي النبي بالعمر. يا سيدي ذكرك نور يلا صلوا قلبي التقي بك معمور. ويا سيدي ذكرك نور قلبي التقي بك معمور. والحضر التكيم تنزور والحضر التكيم تنزور. طه النبي لما جاء للشرك ذله وزيارة الهادي النبي بالعمر لو مرة. صلوا 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 بالوصل يلا وزيارة هادي النبي بالعمر له. وما صار مثل ما صار جمال باهي الأنوار. وما صار مثل ما صار جمال باهي الأنوار. واني بغرامة محتار واني بغرامة محتار. طه النبي لما انجا للشرك ذله وزيارة الهادي النبي بالعمر له مرة. صلوا 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 يلا صلوا بالوصل يلا وزيارة الهادي النبي بالعمر له مرة. صلوا محمد أرسل مولانا بليلة عيد ميلاده هنانا. محمد أرسل مولانا بليلة عيد بليلة عيد ميلادك يا طه لح النور على الأمة وغشاها. بليلة عيد ميلادك يا طه لح النور على الأمة وغشاها. رايتك للنصر شلناها ورايتك للنصر شلناها. بيها الناس كل وقت فرحانة لا دهنانا. محمد ليلة عيد
والوقت مسرورة وعلامك يا طه منشورة. ليلة عيد ميلادك يا طه لاح النور عالأمة وغشاها، رايتك للنصر شلناها، رايتك للنصر شلناها، بيها الناس كل وقت فرحانة، محمد أرسل مولانا بليلة عيد ميلاده النا، وبيها الناس كل وقت مسرورة وعلامك يا طه منشورة. يا ربي بلغنا ونزورة، يا ربي بلغنا ونزورة، ونصلي بالروضة واركانها، محمد أرسل مولانا بليلة عيد ميلاده النانا، محمد أرسل مولانا بليلة عيد ميلاده النانا. اللهم صلي على سيدنا. يعني واحد يسمع الشيخ سلمان الدوري شنو يريد يقول وراه بعد؟ صوت ما شاء الله عليه ويعيشك هذه الأجواء. شكرا وحسنت. الصمت في حضرة الجمال جماله جمال، فأنت خلص يعني أنا رأسي الله يخليك. لازم نسمع رد من خواتنا. ها شو تقولين دكتورة؟ دكتورة أنت أب وجد وبيبيتك أي كنا والدك. أي كنا ها أي ورافة احكي لنا هاي شلون يعني. هو جد أبويا صوته حلو أصلاً وأمهم، فصارت من جهتين وما شاء الله أبويا يعني ما كدا أكمل أبويا ما شاء الله. والمشاهدين دي يذكرون العام سوينا جلسة وما شاء الله يعني شو تسمونه بس مال آني واحدي. يلا خلنا نسمع. تجلى مولد الهادي كنوري الشمس في الوادي، تجلى مولد الهادي كنوري الشمس في الوادي، بشهر ربيعه ازدانت أزاهيري وأورادي، بشهر ربيعه ازدانت أزاهيري وأورادي، بسيرته وحضرته، بسيرته وحضرته، شدت أوتار أوهادي وغنى الركب والحادي، تجلى. يا سلام يا سلام. شكرا. يلا شن جاوبها؟ كحال العينين يا حمان، كحال العينين يا حمان، طاهر الأبين والجد، طاهر الأبين والجد، بالمحاسن جاء مفراد، بالمحاسن جاء مفراد، والشمائل هاشمية، والشمائل هاشمية، لو حنت روحي لمحمد، حنت روحي والجامع طوفان نوحي،
الجسم أضحى ريمية. يا سلام عليكم. طيب الله أنفاسكم. شكرا جزيلا. شيخنا يا مكثر الضعيف في هذا الوقت، يا الله. ها؟ ويا مكثر الفقير، وللأسف الضعيف الآن وضعه محرج. نريد نبعث رسائل ونريد نشوف دور الرسول عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام، نصرته للضعيف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الكل يحفظ حقيقة ما قاله سيدنا جعفر حينما وفد إلى النجاشي، ماذا قال له؟ قال: كنا أهل جاهلية، شو نسوي؟ قال: نعبد الأصنام، وبعد قال: ونسيء الجوار، وبعد قال: ويأكل القوي منا الضعيف. سيدنا جعفر يصف الحال في الجاهلية، قال: فلما جاءنا الله بمحمد صلى الله عليه وسلم أمرنا بصلة الأرحام، أولاً أمرنا بعبادة الله وحده، أمرنا بعبادة الله وحده وأن نترك الأصنام، وبعد قال: وصلة الرحم وحسن الجوار والانتصاف للمظلوم. اليوم للأسف تعود أمور الجاهلية للأمة، فليست هناك نصرة للمظلوم للأسف. واليوم حالنا والله حالنا يرثى له، يعبر أحدهم فيقول: إذا سرق الفقير، إذا سرق الفقير رغيف خبز ليأكله سقوه السم ماء، ويسرق ذو الغنى أرزاق شعب برمته ولا يلقى جزاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء لنصرة المظلوم، جاء للانتصاف للمظلوم، فإذا ما طبقنا هذا الأمر نحن على شاهول رسول الله، وإذا تركنا هذا الأمر والله عدنا بأنفسنا وحياتنا إلى الجاهلية. لا نقول إحنا في تقدم ونحن في ازدهار، في ازدهار إذا كنا على طريق المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم. وهذا هو انتصافه للمظلوم: إنما أهلك من كان قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فصلى الله على المنتصف للمظلوم صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة وآله. نسمع: يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاء بك بشر الله السماء فزينت بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء زانتك بالخلق العظيم شمائل يغرى بهن يغرى بهن ويولع الكرماء طه النبي الأنوار خير الناس وطه طه النبي الأنوار خير الناس وطه هو اللي يشفع لنا هو اللي يشفع لنا في موقف المحشر في موقف المحشر راه النبي الأنوار خير الناس وطهر طه النبي
خطا هو اللي يشفع لنا هو اللي يشفع لنا في موقف المحشر في موقف المحشر ربي العرش يشهد للمختار احمد ربي العرش يشهد للمختار احمد واللي بحق يجحد واللي بحق يجحد يوم الدين يخسر يوم الدين يخسر طه النبي الانوار خير الناس وطهر طه النبي الانوار خير الناس وطهر هو اللي يشفع لنا هو اللي يشفع لنا في موقف المحشر في موقف المحشر هو اللي يشفع لنا بندخل الجنة 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 يحلى الفخر لنا يحلى الفخر لنا بلا ردنا نفخر بلا ردنا نفخر طه النبي الأنوار خير الناس وطهر طه النبي الأنوار خير الناس وطهر هو اللي يشفع لنا هو اللي يشفع لنا في موقف المحشر في موقف المحشر يا سلام عليك أحسنت بارك الله فيك هو انطاك المايك انا ما لي علاقه هاي شنو معناها يعني هذا استمر زدني بفرط الحب فيك تحيرا الله الله زدني الحب فيك تحيرا الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وارحم حشا بلا هوى وارحم حشا بلا هوى بلظى هواك تسعر الله 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 وإذا سألتك أن أراك يا رب يا رب أيوة الله وإذا سألتك أن أراك وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي يا رب فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى يا قلب أنت وعدتني على محبتهم صبرا فحاذر أن تضيق وتضجرا هو الغرام هو الغرام
عش به سعيدا أو مت شهيدا فإن حقك أن تموت فإن حقك أن تموت وتنذر يا سلام ما شاء الله شكرا جزيلا شكرا شيخ سلمان الدوري وشكرا جزيلا لك يا حبيبنا شيخ سيد إبراهيم الطربولي نرجع لخواتنا شو راح تسمعونا يا ريتني وياكم أشم نسمع يا ريتني وياكم أشم يا ريتني وياكم أشم طيب العطايب يا الزايرين المصطفى دمعي سحايب يا ريتني وياكم أشم طيب الطايب يا الزايرين المصطفى دمعي سحايب والنور من مكة بدا والضاء بأفكار الهدى النور من مكة بدا والضاء بأفكار الهدى يا راحلي بمهجتي والنور شايب والنور شايب يا عيني والنور شايب طوبى لمن برض الحرم محرم يلبي وينادي بدموع الندم ارحم يا ربي طوبى لمن برض الحرم محرم يلبي وينادي بدموع الندم ارحم يا ربي عنا الذي طفوا سعى وبخلاص من قلبه دعى عنا الذي طفوا سعى وبخلاص من قلبه دعى يا راحلين بمهجتي والنور شايب والنور شايب يا عيني والنور شايب لا احنا نريد بعد دكتورة عائشة سمعينا انت سمعينا هذا طمع تقول ايه لا مو فكرة شنو الجاي للمختار وديني للمختار وديني للمختار وديني يا بعد روحي وعيني للمختار وديني للمختار وديني والدنيا أهل الرحام لأرض المدينة والحرام والدنيا أهل الرحام لأرض المدينة والحرام خلوني أستنشق وأشم خلوني أستنشق وأشم أرياح طه الزيني وللمختار وديني للمختار وديني يا بعد روحي وعيني للمختار وديني للمختار وديني أرياح طه من تهيب ينتعش روحي والقلوب يا سلام أرياح طه من تهيب ينتعش روحي والقلوب صلي علي
صار مشترك. اخت عذراء هم تصيرين دكتورة مثل دكتورة مريم ودكتورة عائشة؟ ان شاء الله. لو غير اختصاص؟ لا ان شاء الله. وهي مصرة تجاوب مو كانش اي اي يعني ما تريد ايش مو نعرف فيها تريد ومسك ها همين. نفس الشيء. شكرا جزيلا شيخ همام. احنا طبعا عندنا اسئله كثيره ويعني جميل ان احنا نتحدث عن كل التفاصيل لرسولنا الاعظم صلى الله عليه وعلى اله الصلاه والسلام. ولكن انت مثل ما قاعد تشوف العنف الاسري، طريقة تعامل الأب مع الزوجة، طريقة تعامل خواتنا مع أزواجهم، ممكن نبعث رسائل كيف كان يتعامل الرسول عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام مع بيته، مع أولاده، مع أصحابه، في بيته أو في بيته. في بيته تلك الشمائل يهتدي بها الناس صلى الله عليه وسلم، ولقد أطربونا بأصواتهم الندية يا قومنا هيموا به وتعلقوا بجنابه وتفسحوا بالأمن والإيمان، فالخير كل الخير عند محمد، ومحمد باب إلى الرحمن صلى الله عليه وسلم. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فعظيم والله، في بيته عظيم، في الطريق عظيم، في تعاملاته عظيم صلى الله عليه وسلم، لأن العظيم سبحانه وتعالى قال عنه وإنك لعلى خلق إيش عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم طيب الشمائل، طيب الكلمات، طيب الأفعال. ففي بيته كان يأتي صلى الله عليه وسلم وهاي خلي الرجال يسمعون والنساء يسمعون ويشوفون المآسي في البيوت اليوم، وش دا يصير بالبيوت للأسف، وش دا يصير بينا، والطلاقات والمآسي والكلمات السيئة من الزوجة للزوج ومن الزوج للزوجة، وهذه ما ينبغي لأتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته ووضع له الطعام يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما عاب طعاما قط أبداً، فاهي مالح كثير قليل، ليش هاي الأكلة، ليش ذيك، ماكو أبدا، ما عاب صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه إيش أكله، وإن لم يشتهي صلى الله عليه وسلم قال تركه خلاص ما بده يأكل صلى الله عليه وسلم. ما جاء إلا بالأخلاق العظيمة، ما جاء إلا متمما لتلك الأخلاق الفاضلة التي كانت عند العرب. بارك الله فيك شيخنا العزيز. نريد نسمع طبعا، انا يعني طماع واتمنى عندنا ساعات اكثر حتى نستمع لهذه الاصوات، ولكن ما بديت حيله. اوعدكم ان شاء الله تكون عندنا حلقات قادمه. هل هنالك امكانيه تكون شيء جماعي استاذ عثمان؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اتركها يمك يعني؟ يلا باذن الله. اي شيء محفوظ مثل ما قال ان شاء الله بيه. صلوا على السيد ابراهيم صلى الله تعالى عليه. فوق المنابر يا بلابل غردي في مولد الذكرى وذكرى المولد، فوق المنابر يا بلابل غردي في مولد الذكرى وذكرى المولد، يا هذه الدنيا صيخي واشهدي أنا بغير محمد لا نقتدي. قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل.
وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمر يا طيبة يا ناس دلوني راحوا ديزور النبي وانا هيمان تركوني يا يابا وعيونك يا زمزم ببحر الرموني لولاك يا هاشم يصفن حطاب يا يابا دخدو قلبي يا استاذ علي على جمر الحب وصلوا اش عجب حبيبي قطع عني وصلوا باب النبي للحي والله وصلوا واني قاعد على جمر الغضا يا باي باي يا يا با قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل وجميل
ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا حبيب الله يا خير البرى يا سلام عليكم، بارك الله بيكم. احنا نشكركم، كنا نتمنى يعني بعد اكثر بس خلص الوقت، واني احبك في الله هواي هواي. شكرا جزيلا، وان لقاء قادم ان شاء الله. وشكرا جزيلا للسيد ابراهيم العزيز وعبد الله العزيز وليث، شكرا جزيلا. وريان، ريان هم عنده صوت جميل، إن شاء الله بالحلقات القادمة نستثمره. وشكر لعزيزنا وأخونا الشيخ العزيز شيخ عثمان السعيدي، شكرا جزيلا لك وبارك الله فيك وما قصرت. وتحية لإمام وخطيب جامع أم القرى شيخنا العزيز شيخ همام الكبيسي، نورتهم والله. شكرا على هذه المعلومات النيرة المفيدة، ان شاء الله يستثمر من عندها المتلقي. انتم البركه ان شاء الله بجهودكم ونقل اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم تكون في صحيفه اعمالكم وتثقل بها موازينكم يوم القيامه ان شاء الله. جزاكم الله خير على هذا البرنامج الطيب الرائع. شكرا جزيلا. الله يبارك. وتحيه لخواتنا اللي نفتخر ونعتز بهم. اليوم احنا احتفينا بولاده الرسول عليه افضل الصلاه والسلام وعلى اله بوجود خوات اعزاء من عائله طيبة معروفة، هي مشهورة بخدمة الرسول عليه الصلاة والسلام، بخواتنا العزيزات شهادة وعلم وأدب وأخلاق، ما شاء الله عليكم. دكتورة عائشة شكرا جزيلا، ودكتورة مريم شكرا جزيلا، دكتورة المستقبل الحين نقول عذراء، وهم دكتورة المستقبل إن شاء الله. ختامها مسك. ختامها مسك. نقلون تحياتنا للوالد وإلى عمكم بكر. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام. شنو اللي نقدمه وشنو اللي نقوله بأعظم خلق الله هو قليل، ولكن نتمنى أن نستثمر ولادته حتى إحنا نتعلم ونراجع نفسنا كثيرا بماذا قدم الرسول حتى نطبقه بحياتنا اليومية، بديننا، ببلدنا، بأهلنا، بأصدقائنا، بأولادنا. إذا إحنا نعرف شنو اللي قدم الرسول صلى الله عليه وسلم ما راح، وعلى آله ما راح تصير أي من هذه المشاكل اللي إحنا يومين نعيشها. إحنا مو يعني أنا مو مفتي ولا رجل دين، ولكن هذا اللي إحنا لازم نعرفه ونطبقه في حياتنا. شكرا جزيلا، والتقي بكم إن شاء الله في حلقات قادمة على حب الله الوطن.